السلام عليكم متتبعي القناة الخاصة بالتحاليل الطبية. اليوم غادي نتكلم على هرمون التستوستيرون وعلاقته بلاعبي كمال الأجسام. إذن هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكورة، ويوجد في جسم كل من الجنسين لكن عند الإناث بكميات ضئيلة جدا، ويفرز في الرحم، وعند الذكور بكميات كبيرة ويفرز في الخصيتين. ويرتبط مستوى الهرمون في جسم الذكر بقدرة أدائه الجنسي، نمو الشعر، الإنجاب، وزيادة كتلة العضلات، وهذا ما يفسر تناول لاعب كمال الأجسام لهذا الهرمون. يزداد مستوى هذا الهرمون في جسم الرجل في سن 40، ثم يبدأ الانخفاض مع التقدم في العمر. نقص هرمون التستوستيرون يؤدي إلى برود وضعف في الرغبة الجنسية، وكذلك غياب أو ضعف في الحيوانات المنوية، فقدان القدرة على التركيز، زيادة وتضخم في حجم الثدي لدى الذكور، ونقص في كتلة العضلات وسقوط شعر الجسم. أما عن أضرار هرمون التستوستيرون لكمال الأجسام، فتناول لاعبي كمال الأجسام لهرمون التستوستيرون إما عن طريق الإبر أو عن طريق أقراص قد يؤدي إلى مجموعة من الأضرار، لأنه يسبب خلل في الميتابوليزم أو عملية الأيض في الجسم. ومن هذه الأضرار أذكر أنه يؤثر بشكل سلبي على عمل القلب، الأوعية الدموية والشرايين، كما أنه يسبب ارتفاع في ضغط الدم. يؤدي أيضا إلى تساقط الشعر بشكل كبير، التهاب البشرة، وانتشار حب الشباب. يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم، خلل في نسبة الكوليسترول والدهون، الإصابة بالغثيان، وارتفاع احتمالية الإصابة بالتسمم الكبدي ومرض اليرقان. ولتفادي استعمال هذه الأقراص والإبر، ممكن أننا نزيد من هرمون التستوستيرون بطرق طبيعية، مثل الإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، دهون الأوميغا 3 التي تعد الأفضل لصحة جسم الإنسان. وتوجد هذه الدهون في العديد من الأطعمة، منها الأفوكادو، المكسرات، صفار البيض، زيت الزيتون. وهذا النوع من الدهون يساعد في الحصول على جسم حيوي وصحي وأكثر نشاطا. شرب كميات وفيرة من الماء، تعريض الجسم لأشعة الشمس مدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة، وذلك حتى يحصل الجسم على كمية كافية من فيتامين دي، حيث أن ارتفاع مستوى فيتامين دي في الجسم يرفع معدل التستوستيرون في الجسم بنسبة تصل إلى 20%. تناول أيضا الأطعمة الغنية بعنصر الزنك، فكلما زاد مستوى الزنك ارتفع مستوى التستوستيرون، مثل أكل المكسرات، السبانخ، اللحوم. وأخيرا تجنب الأمور التي تسبب التوتر، ذلك لأن التوتر يحفز الجسم على إنتاج هرمون الكورتيزول، وهذا الهرمون يحد من كمية هرمون التستوستيرون المفرزة في الجسم.